بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. كتاب المعاصر للصف الرابع الابتدائي، المنهج الجديد، الفصل الدراسي الأول 2022. هنسيب لكم رابط تحميل الكتاب، وبإذن الله هنحل الوحدة الأولى كاملة بعد ما شرحناها بالتفصيل من كتاب الطالب، وحلينا كمان كتاب الطالب، وعملنا امتحان على كل درس، امتحان الكتروني تحت كل فيديو. هنسيب لكم رابط لقائمة تشغيل شرح الدروس، وهنتوكل على الله في الحل مباشرة بعد ما نتفرج على كلمات الدرس الاول. زي ما احنا شايفين شرحنا طبعا كل الحاجات دي بالتفصيل بفضل الله تعالى، وقلنا الماضي والمضارع وقلنا كلمات الدرس. طبعا هنا اول تمرين يعتبر موجود في الكتاب في صفحة 22. تمرين سهل جدا، انك هتكتب اسم الحاجة الموجودة في الصورة. طبعا هنكتب اسم الموز بنانا، بعدين هنكتب اسم المانجو طبعا بنفس الطريقة مانجو، بعدين هنكتب اسم العنب. كل ده هو بيراجع لي يعتبر على الكلمات اللي عدت عليا. العنب طبعا جرابس جريبس تمام، والبطيخة طبعا ووتر ميلون، هنكتبها من فوق هنا ووتر ميلون تمام. يبقى هو كده بيراجع لي على الكلمات اللي عدت عليا من خلال التمارين. ووتر ميلون بطيخة، بعدين هنا بيكمل عاوزني اكمل الحروف دي طبعا ارتبها. الارز طبعا هيبقى رايس بالشكل ده، والتوميتوز اللي هي الطماطم بنبدأ برضو بالتي او ام اي تي او كمان اي اس. وطعام بقى يعني فود، لازم الطالب يحاول يحل ويرتب الحروف دي عشان تساعده على حفظ الكلمات. هنا بقى طبعا جايب السؤال اللي هو موجود في كتاب المدرسة ودي اجابته، ايه الاطعمة اللي احنا بننتجها ان ايجيبت؟ طبعا ردت وقالت we produce بننتج vegetables خضروات، onions بصل، tomatoes بطاطس، وهكذا تمام. طيب ماشي، ننزل بعد كده على التمرين اللي بعد كده. طبعا جايب الكلمات وجمعها. الكلمات طبعا هنا بيعلمني ازاي احفظ الكلمة، فبيقول لي في الاول اقرأ واستهجى، بعدين كمل الحروف الناقصة، بعدين اكتبها كاملة في الجدول الثالث. دي طريقة برضو بتساعد على حفظ الكلمات. وجايب هنا بقى ايه، بيقول لي اسمع وحط صح ولا غلط. We grew rice in Egypt، احنا بنزرع رز في مصر. طبعا اكيد بنزرع رز في مصر، يبقى هنحط تي ونقول له الكلام ده ايه، الكلام ده صح تمام. طيب الفلاحين raise chicken بيربوا فراخ to get eggs عشان يحصلوا على البيض واللحمة. الفلاحين طبعا برضو دي هنقولها برضو ايه صح، علشان بيجيبوا البيض واللحمة من خلال chicken. تلاتة بقى بيقول الطعام بتاعنا ليس لذيذ، لا دي هنقول له اف بقى غلط، لان الطعام بتاعنا ايه لذيذ. هنا بقى بيقول لي وصل الايجيبشن فارمرز الفلاحين المصريين. طبعا ممكن نوصلها بايه يا ترى؟ بان هم بيربوا ويطعموا علشان يحصلوا على البيض واللحمه، ولا بطعام، ولا بيبنوا بيوت، ولا بيزرعوا رايس؟ طبعا بيزرعوا رايس، يبقى دي هتبقى رقم واحد، يعني هنوصل رقم واحد ب دي تمام. طيب raise chicken is هنا بقى بيقول لي رب الفراخ ليه يا ترى؟ طبعا اكيد to keep عشان تربي وتطعمهم وتاخد منهم البيض واللحمة. طيب بعدين I made some ايه بقى؟ I made some special food، انا عملت طعام خاص للاكل يعني او للتناول. صفحة 26 عاوزني اكمل الكلمات. بيقول المصريين الفلاحين بينتجوا، او الفلاحين المصريين بينتجوا كثيرا من الاشياء. وي نقط فيجيتابلز، وي اكيد هيستخدم كلمة ينتج اللي هي بروديوس، فدي هتبقى رقم واحد. لايك انيونز بصل وبطاطس وطماطم، اي ثينك وي اولسو جرو نقط ان ايجيبت، بنزرع ايه في مصر؟ بنزرع الرايس في مصر، يبقى دي هتبقى رقم اتنين. ونقط تشيكن، التشيكن الفراخ هتاخد ريز يربي، يبقى كده احنا بنربي الفراخ في مصر.
وبنزرع ونقط تشيكن، يبقى بنربي الفراخ في مصر وقال بعد كده الطعام بتاعنا ايه لذيذ. الصفحة اللي بعدها بيقول لي means to keep and feed chicken، انت keep بتربي وفيد بتطعم الفراخ علشان تاخد منها الايج والميت البيض واللحمة، يبقى انت كده ايه بتعمل لها raise، انك انت بتربيها او بت ايه بتكبرها في البيت عندك. طيب ونقط rice and lemon، رز وليمون في our country، يبقى بنعمل لهم ايه بنساعدهم اكيد grow، يعني بنزرع الرز والليمون في بلدنا. نقط is very delicious، لذيذ and sweet، حلو كمان، حاجة لذيذة وحاجة حلوة. البصل ولا البطاطس ولا قصب السكر ولا الرز؟ طبعا طالما حاجة محلية اكيد بيتكلم على الشوجر كين اللي هو قصب السكر. I eat نقط in the morning، في الصباح باكل الغداء ولا العشاء ولا الفطار ولا الترابيزة؟ طبعا البريكفاست اللي هو وجبة الفطار. طيب هنا بقى عاوزني ارتب، فبيقول لي اول جملة ينتج وفلاحين ومني ومصريين واشياء، طبعا هبدأ ب Egyptians، Egyptian اللي هو المصري، الحاجة المصرية دي Egyptian singers ولا Egyptian farmers ولا Egyptian produce؟ طبعا Egyptian farmers عشان اقول الفلاحين المصريين. بعدها على طول اجيب الفعل، يبقى انا هاخد دي اتنين بخط اصغر اهو، تمام، الفعل اللي هو produce 3، يبقى الفلاحين المصريين بينتجوا طبعا ميني سينجس يعني اشياء كثيرة، يبقى دي هتبقى 4 ودي هتبقى 5. هنبدأ بآي واحد هنا، آي طبعا شايفين سينك دي اعتقد كده هتبقى رقم 2. اي سينك يجي بعدها فاعل بقى، يبقى الفاعل وي، اي سينك وي اعتقد ان احنا. 4 جرو اعتقد ان احنا هنزرع، وي جرو رايس 5 هنزرع الرز، ان في يبقى 6، ايجيبت 7 اعتقد ان احنا بنزرع الرز في مصر. وات بقى دي طريقة تكوين السؤال في المضارع البسيط، بيجي بعديها دو، وات دو ولا وات بروديوس ولا وات وي ولا وات ان ايجيبت ولا وات فودز؟ طبعا هنا هيقول لي ما هي الاطعمة التي نزرعها في مصر، يبقى فودز هتبقى رقم 2، وات فودز يبقى دو 3، وات فودز دو، بعدين وي هتبقى 4، وبعدين الفعل بعدين اللي هو بروديوس ما هي انواع الاطعمة التي ننتجها في مصر، وان ايجيبت هتبقى 6. حل تمارين الدرس الثاني صفحة 37، عاوزني ابدأ ب true or false، صح ولا غلط. فبيقول لي احنا بنستخدم ال digestive system to breathe، بنستخدم الجهاز الهضمي عشان نتنفس. طبعا الكلام ده هنحط له F false لان غلط، ال digestive system اللي هو الهضمي، و breathe يعني يتنفس، ايه علاقة التنفس بالجهاز الهضمي؟ رقم 2 احنا بنتنفس من خلال الانف، ايوه ده ترو ده صحيح، لان التنفس بيتم من خلال النوز. وي نيد كربون دايوكسيد، احنا محتاجين ثاني اكسيد الكربون ان اور بودز في جسمنا، هنقول له برضو الكلام ده فولس غلط، لان ثاني اكسيد الكربون احنا بنخرجه من جسمنا ما بنحتاجوش. تمام، هنا بقى عاوزني اكمل بالكلمات دي، بيقول لي بنستخدم الدايجستيف سيستم علشان نهضم اللي بناكله، وبنحط وي بوت فود ان اور ماوثس، بنحط الطعام في بقنا، بعد ما بنحط الطعام في بقنا وي نقط فود ويز اور تيس، بنعمل ايه للطعام باسناننا؟ ده تمرين كتاب المدرسه. طبعا كلمه يمضغ دي رقم 1، تشو يمضغ، بنمضغ الطعام باسناننا. بعدين ان ذا ستومك في المعده، ذا فود نقط وذا جاستريك جوس، الطعام بقى عاوز يقول لي بيختلط في، فهناخد كلمة ميكسس اللي هي يخلط، تمام، او يختلط. ذا نقط it changes the food into simpler form to get energy، ال ايه بعد كده بيغير الطعام لطاقة، المفروض هو كان جاب كلمة استمك المعدة هنا، لان في المعدة الطعام يختلط، ماشي دي ميكسس ويز اللي هي رقم 2. إذا نقط تشينجز ذا فود، بتغير الطعام لحاجة بسيطة كده عشان نحصل على الطاقة، هو المفروض نيوترينتس مواد غذائية، بس هو كان قال المعدة أولى يعني، فعشان كده تبقى دي 3 ومفيش إيه ومفيش غيرها. الترتيب بقى في نفس الصفحة
37 بيقول لي بط اول حاجة رقم واحد ضع. طبعا في نباتات وفي اخضر وفي بلكونة، فهو هيقول لي حط النباتات الخضراء البلكونة بتاعتك، يبقى هيقول لي بط يور رقم اتنين عشان ده صفة الملكية، جرين بلانتس حط نباتاتك الخضراء يبقى دي هتبقى تلاتة والنباتات هتبقى اربعة، بوت يور جرين بلانتس ان خمسة، في بقى في ايه في البالكوني هتبقى ستة. تمام. انوز الانف بقى هتبقى هي العضو الموجود في نصف الوجه، يبقى النوز هي هنا اسم يجي بعدها الفعل از وبعدين حرف الجر، النوز از ان تكون في، از ان تكون في ذا اربعة بقى تكون في ال، ذا تدي معنى ال، از ان ذا سنتر اوف ذا فيس بقى تكملة الجملة تكون في منتصف الوجه او الجزء بتاع المركزي بتاع الوجه. طيب ستاي رقم واحد دي نصيحة بتاعت الجهاز التنفسي، خليك بعيد عن التدخين، يبقى ستاي اواي ابقى بعيدا فروم بعيدا عن سموك اربعة يبقى ابقى بعيدا عن التدخين. صفحة 38 الصفحة اللي بعدها جاي بتشوز اختيارات وبيقول لي ذا نقط جوز فروم ذا ماوث تو ذا ستومك، ايه بقى اللي بيمشي من البق للمعده؟ اكيد ده الديافرام الحجاب الحاجز، ولا الاسفوجس المريء، ولا القلب، ولا الامعاء؟ طبعا الاسفوجس اللي هو المريء هو اللي بيستلم من البق ويودي للمعده. طيب ذا نقط از ماسل، ماسل عضله تحت الرئتين، لانجس الرئتين، العضلة اللي تحت الرئتين هي طبعا الديافرام الحجاب الحاجز، هي العضلة اللي تحت الرئتين. طيب بنستخدم اور ايه بقى عشان نهضم اللي بناكله؟ بنستخدم الدم ولا الجهاز التنفسي ولا الجهاز الهضمي ولا الرئتين؟ طبعا الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي هو اللي بنستخدمه علشان نهضم الاكل. طيب نقط بلانتي اوف ووتر، اتمرن على ميه كتير ولا حرك ولا اشرب ولا ابقى؟ طبعا درينك اشرب، درينك ميه بلانتي اوف ووتر. وين ذا اير ارايفز ان اور لانجز، لما الهواء بيوصل للرئتين بتاعتنا. ذا نقط جيت انتو اور بلاد، ايه بقى اللي بيخش على الدم؟ الميه، الاكسجين، الكربون دايوكسيد، الجوز، طبعا اكيد هتبقى الايه؟ هتبقى الاكسجين عشان هو اللي بيحرك بعدين الهواء الى القلب. اقرأ ووصل صفحة 38 برضو، اول جملة بيقول لي we need oxygen in، احنا محتاجين الاكسجين فين بقى علشان ناخد الاكسجين ونطلع ثاني اكسيد الكربون، ولا محتاجين الاكسجين في الاسنان، ولا عشان يدخلنا الدم، ولا in our bodies في جسمنا؟ طبعا تحس ان في اتنين ينفعوا، اللي هما محتاجينه في جسمنا ومحتاجينه عشان يضخ الدم، بس هنا ان بقى ان دي عايزة مكان بعدها، فعشان كده هنوصلها بدي ونقول ان هو احنا محتاجينه في جسمنا علشان مش هينفع ان وبعدين لكي نضخ. بريس بقى يتنفس، هي دي بقى انك انت تاخد الايه، تاخد الاكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون. بالتالتة تشو يعني يمضغ، احنا بنمضغ الطعام اكيد بنمضغه بايه؟ اور تيس اللي هي اسناننا. دي القطعة بقى صفحة 39 بيقول لي ان احنا بنحتاج الاكسجين في الجسم بتاعنا وبنتنفسه من خلال النوز، والحجاب الحاجز بقى بينزل ويسحب الهواء للرئتين والرئتين يعني قصة موضوع الجهاز التنفسي. اول سؤال بيقول لي احنا محتاجين نقط في الجسم بتاعنا عشان نتنفسه، اول سطر اهو احنا محتاجين ايه؟ الاكسجين علشان نتنفسه، يبقى هنا هنختار الاكسجين واحنا جبناها كده من الايه؟ من القطعة. رقم اتنين بقى بيقول لي اور نقط بولز اير انتو اور لانجز، ايه بقى اللي بيوصل الهواء للرئتين؟ لما نيجي فوق هنا في السطر التاني هنلاقيه بيقول لنا ان الدياجرام اهو الحجاب الحاجز هو اللي بولز اير بيسحب الهواء للرئتين، يبقى هنختار الديافريم اللي هو الحجاب الحاجز. رقم ثلاثة بيقول لي اور كذا بولز بلاد، بيضخ الدم حوالين الجسم، طبعا دي احنا عارفينها من ثالثة
ابتدائي ان اللي بيضخ الدم في الجسم هو القلب، الهارت، القلب اهو هو اللي بيضخ الدم فين؟ في الجسم. لو عايزين نجيبها من القطع اهي موجودة برضو، ادي القلب اهو، وادي ايه بامب بيضخ الدم، بيضخ الهواء ايه حوالين، بيضخ الدم حوالين الجسم. طيب الرابع، السؤال الرابع بقى اللي هو زي ايه، زي اكمل يعني كده، مديلك سؤال وانت هتجاوبه غير انك هتختار بقى، يبقى واحد واثنين وثلاثة اختيارات واربعة وخمسة انت المفروض هتكمل. فبيقول لي where does the oxygen from the air go، الاكسجين من الهواء بيروح فين؟ طبعا into our blood، اهي اللي هي دي كده into our blood، دي هتبقى number four، رقم اربعة كده تمام. رقم خمسة بقى what does the diaphragm do with carbon dioxide، الديافريم بقى اللي هو الحجاب الحاجز بيعمل ايه مع ثاني اكسيد الكربون؟ طبعا الديافرام اهي موجودة اهي برضو رقم خمسة هنا كده اهي، هنكتب دي goes up and pushes air with carbon dioxide، بتردهم لبرة عشان احنا ما بنحتاجش ايه ثاني اكسيد الكربون. تمام، هو ده اجابة ايه القطعة الخمس اسئلة بتوع صفحة 8 او 9. ده بقى الدرس الثالث، جايب الحاجات الصحية المفروض تتعمل والحاجات الغير صحية، اشرب كولا، برجر، حلوة، كل ده غير صحي، فوتبول، باسكت، الرياضة عموما والهوم ورك، بعدين هيرت وتشير، كرسي متحرك وباسكت بول وسام رائع وسامتايمز احيانا وانترستنج، بعدين جايب الافعال هنا بقى، بجايب الحروف الجر في الويك اند، وبعدين جايب بيعمل بيعمل لبن بالموز وكده يعني، بعدين ده نص الاستماع اللي احنا قريناه وشرحناه طبعا بالتفصيل. هنشوف بقى التمارين، التمارين هنا التمرين على اند وبط، وطبعا شرحناهم كقاعدة. اول تمرين عندي هنا اهو صفحة 43، هنا صفحة 43، التمارين مقسومة نصين تخلي بالكم، يعني مثلا هنعمل خط كده علشان نعرف كل تمرين لوحدها. رقم واحد بيقول لي انا عايز اروح السويمينج واتس ريننج وبتمطر، طب ازاي بقى هتروح سويمينج وهي بتمطر؟ يبقى هنا في تناقض لان الكلام عكس بعضه، السويمينج السباحة ما تمشيش مع المطرة. رقم اتنين بعد ما عملت الواجب ايه الدينر، اكل العشاء، هنا ناخد اند بقى لان دي عادي عمل الواجب وهيتعشى، جمل مكملة لبعضها. بحب البرجرز وباكل واحد بس في الاسبوع، برضو ده تناقض لان الكلام عكس بعضه، انت لو بتحبه هتاكله كل يوم، يبقى هنا هاخد بط عشان عكس بعضين. بابا عالم وبيحب ايه يبص في النباتات والحيوانات، طبعا ده كلام مكمل لبعضه يبقى هناخد له اند. I want to play football، عايز العب كرة قدم، نقط I hurt my leg، هنا بقى بط لان الكلام متناقض برضه، طب ازاي هو رجله اتعورت وعاوز يلعب، طب ازاي طالما رجلك متعوره. I don't eat candy، انا ما باكلش حلويات، نقط I like fruit، طبعا هنا بقى ايه الحلويات والفواكه بيدوك طعم المحل يعني السويت، هما الاتنين محليين يبقى هناخد بط على اساس ان هما الاتنين محليين، وفي هنا don't نفي ولايك ايه ولايك اثبات، يبقى هياخد تناقض. اسلوب تحفيظ الكلمات بقى ان هو بيجيب الكلمة ناقص حرف عشان الطالب يحفظ، في صفحة 44، صفحة 45 الجزء الثاني من الدرس الثالث، بيتكلم عن المشاكل الصحية اللي عنده حرق او خدش، شرحنا الكلام ده بالتفصيل، بيلزق عليهم اللزق الطبي او عنده التواء في رجله او بيكح، وبياخد الادوات الطبية او الاسعافات الاولية اللي هي الجوينتي وكيس تلج ومثلا صابون وكل الحاجات دي طبعا، وجايب لي الحاجات اللي احنا شرحناها، الولد والبنت اللي اتحرق واللي رجله التوت تحت منه، وبيجيب لي الحل اللي هو المفروض يتعمل. وهنا بقى بيقول لي اعطاء كلمات بغرض المساعدة اللي هي البس القفاز، حط الضمادة الطبية، حط اللزقة الطبية يعني. وجايب التمارين بقى في صفحة كام، في صفحة 48، واول تمرين معايا بيبقى ترو اور فولس، غالبا صح وغلط. فطبعا هنا على حسب الدرس بيقول لي ريم از هيلثي، ريم بتعمل رياضة في النادي،
ريم بتتمشى على الجراند ماز هاوس اون وينزداي، بتمشي يوم الاربع على بيت الجد. هنحل الاختيارات على طول في نفس الصفحة. I love playing video games، هنا بتحب لعب الالعاب الفيديو جيمز. نقط I only play them on، بتلعبهم يوم واحد في الاسبوع، يبقى ده كلام تناقض برضو، يبقى هناخد له بط عشان لو انت بتحبه هتلعمله كل يوم. بوت اون كذا when you have a scrap، هتحط ايه بقى لو عندك جرح في على الايد او على اي حاجة؟ طبعا هنحط اللزقة الطبية اللي هي الباند ايد. طيب she has a nose bleed، هي عندها نزيف في الانف. شو اسك هير تو نقط ثرو هير ماوس، يبقى اطلب منها ان هي تعمل ايه من خلال البق؟ طبعا تتنفس، لان الانف كده في مشكله فيها، يبقى هنتنفس من خلال البق. اي براكتس باسكت بول، انا بمارس الباسكت بول. نقط افري داي، طبعا يا ترى هنا بقى ايه؟ اي براكتس باسكت بول بيكوز ولا اند فوتبول بقى؟ يعني هو عايز الاثنين، عاوز لان دي رياضه ودي رياضه مختلفه، يبقى دي رياضتين، يبقى ياخد اند. نقط ذا سكراب ويز ووتر اند سوب، هنا اغسل بقى، اغسل الجرح بتاعك بالميه والصابون. ماي سيستر نقط هير فوت سو اي بريزد ا باج اوف ايس اون هير فوت، بيقول ان اخته عملت ايه بقى في رجلها علشان كده لزق لها جرحه ايه، لزق لها الباج اوف ايس، حط لها باج اوف ايس، يبقى اللي حصل لها ان رجلها عملت معاها سبريند اللي هو الالتواء. الالتواء ده بيتحط عليه كيس من الايه، من التلج. هنا بقى بيقول ماي مام ماما اند اي، ماما وانا جو ووكينج، بروح نتمشى ان ذا ديزرت في الصحراء، ويز ماي داد مع ابي. داد از ا نقط اند هي لايكس لوكينج ات انيمالز، الاب اس كذا وبيحب بقى ان هو ايه، بينظر للحيوانات اند بلانتس والنباتات، يبقى هيكون ابوها ايه، هيكون ساينتست، هيكون عالم. طيب بعدين ذا ديزرت الصحراء از فيري انترستينج، فيري انترستينج حاجه شيقه وممتعه جدا، بات اتس فيري كذا سام تايمز، الصحراء كويسه بس ممكن تكون ايه، هوت يعني سخنه جدا احيانا. ونقط with him every weekend، يبقى هناخد جو بقى اللي هي يذهب، احنا بنروح معاه كل اجازة اسبوع. هنوصل هنا بقى my cousin نقط و my cousin بقى but I لا with water لا with gastric juice لا، يبقى كده تبقى الاخيرة ان هو بيقول ان ابن عمه حصل له التواء في رجله. هنا بقى انا عايز العب كورة، الكورة متعلقة بيه ان هو رجله اتعورت، يبقى هيقول but I hurt my leg، بس رجله متعورة. wash the scrape، هتغسل بقى انت عندك الخدش او الجرح اللي في رجلك، هتغسله بايه؟ طبعا بالمية والصابون، يبقى هنوصلها ببي. صفحة 49 الترتيب بيقول لي هنبدأ بماي، طبعا اكيد ماي هيجي بعدها اسم، يبقى هنقول my sister اللي هي اخته، يجي بعدها الفعل has اخته، عندها a burn حرق، يبقى حرق هتبقى اربعة، عندها حرق يبقى لازم احدد مكانه بقى، on يبقى خمسة، الحرق ده في هير arm، يبقى الحرق هيبقى في ذراعها، يبقى arm هتبقى سبعة. طيب someone دي هتبقى رقم واحد، ده هنا فاعل، يجي بعدها الفعل بقى، يبقى someone falls يعني وقع، falls over يبقى falls ادي اتنين و over تلاتة عشان اقول شخص وقع، شخص ايه وقع، وحصل له ايه بقى؟ اكيد ورجله اتعورت، يبقى هناخد اند دي اربعة، وبعدين cut تبقى خمسة، وهز ستة، ورجله سبعة اخيرا، واحد وقع واتعورت ايه رجله. طيب يور هتبقى رقم واحد، هيجي بعدها اسم، هتبقى ابن عم عشان مفيش اسماء في الجملة غيرها، ابن عمك cannot breathe يعني مش قادر يتنفس، تمام؟ يبقى هتبقى بالشكل ده. طيب دي كانت صفحة 49. بعدين جايب قطعة عن ولد اسمه آدم، فبيقول إن هو ويلد شير يعني في كرسي متحرك، وبيلعب باسكت بول في الفريق بتاع السلة في المدرسة، وبيمارس اللعبة 3 مرات في الأسبوع، وبيشرب كولا، بيقول بس أنا عايز أشرب مية أكتر،
بعدين ما بيلعبش فيديو جيمز علشان هو بيزي مشغول مش فاضي. بعدين بيحب ان هو يلعب مع اصحابه في البارك. اول سؤال، ادم بيمارس الباسكت بول كم مرة في الاسبوع؟ طبعا قلنا 3، 3، يبقى هنختار 3. بعدين ادم از ان ويلي تشير في كرسي متحرك في فريق ايه بالظبط؟ طبعا فريق الباسكت، يبقى هنختار الباسكت. طب ادم ايه بقى، بيزي ولا سعيد ولا غضبان ولا اكسايتد؟ طبعا بيزي، مشغول. طب نعرف ليه ان هو مشغول؟ لان هو ما بيفضاش يلعب فيديو جيمز. هو جايب لي سؤال هنا، عايز يشرب ايه هو بقى؟ طبعا مور ووتر، هو بيشرب كولا ولكن عاوز يشرب مور ووتر، يبقى دي هتبقى رقم 4. رقم 5 بقى بيقول لي، ليه بقى ادم ما بيلعبش فيديو جيمز؟ طبعا علشان هو very busy، اللي هي دي مشغول، دي هتبقى رقم 5. تمام. طيب الدرس الرابع بقى، كلمات زي شاي وهاني عسل وقدس الشوفان اللي هي والانجريدينتس المكونات وكوكيز والفلابجاك والابارتمنت الشقة اللي هو نوع من الكيكة اللي البنت راحت تزور صاحبتها، البنت المصرية راحت تزور البريطانية واكلتها بقى الكيكة اللي هي ايه احنا قلنا عليها اللي هي اسمها فلابجاك، وراحت هي ومامتها هناك اللي هي قصة سوزان، وقعدت توصف لها بقى وتقول لها على المقادير بتاعت الايه بتاعت الكيكة. الجزء التاني جايب فوناتكس برونسيشن، عملية صوتيات، مد بالألف وكسر، هنا فتح باج، هنا كيك كسر بقى، تمام، هنا ميكس خفيفة، لكن هنا رايس بيعلمني الشورت واللونج، الصوت القصير والصوت الايه والصوت الطويل. في كل الكلمات شرحناهم طبعا بالتفصيل وقلنا عليهم كل حاجة. التمارين بقى بتبقى سهلة من ناحية تكميل الحروف، دي معروفة، تحط هنا صوت طويل رايس، هنا نوز كيك ميكس قصير وطويل. يعني هنا بقى بيقول لي ايه، اقرأ وضع دائرة حول الأصوات الطويلة موف وبيج ورايد ولايك وساد. لو حبينا نشوف موف طويل طبعا، وكمان لايك طويل ورايد طويل وروب طويل، بس كده هما دول الطوال. اما ماب وفيكس وساد وبيج دي اصوات قصيره. تمام. طيب ماشي. هنا بقى بيقول لي في حاجه اسمها بريفكس ري او الار اي، دي اسمها البادئه. البادئه دي بتعيد معنى الكلمه، يعني دو يفعل، ريدو يبقى يعيد فعل، رايت يكتب، ري رايت يبقى يعيد كتابه، بينت يلون، ري بينت يبقى يعيد تلوين. تمام. وشرحناها طبعا بالتفصيل. صفحه 56 جايب لي تمرين على الكلام ده، وعايزني اكمل الكلمات بالمحادثه. اول جمله بيقول لي الكالرز اللي هم الالوان بتاعه الاوضه مش كويسه، هيعمل لها ايه؟ يبقى هيعيد تلوينها، ياخد ري بينت اللي هي يعيد تلوين، يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين، العربية بتاعته كزرة يعني عايز ينضفها، يبقى ناخد ريكلين يعيد تنظيفها، يبقى دي رقم اتنين. طب لو سمحت نقط ذا باند ايد، هنا بقى يعيد لزق الايه اللزقة الطبية، يبقى دي تلاتة. رقم اربعة بيقول القصة دي ممتعة، هي هتعيد قراءتها مرة اخرى، يبقى هناخد ري ريد اربعة على اساس ان هي هتقراها مرة اخرى. هنا طبعا التمارين العامة على الدرس الرابع صفحة 57، عايز يقوله صح وغلط. تاليا is from Egypt، طبعا ده على حسب ما الطالب بيسمع، يعني لو قلنا له يبقى ترو، يعني ممكن اقول له مثلا تاليا is from London يبقى هيعمل فولس بقى هنا كده، لكن لو قلت له from Egypt يبقى هيعمل ترو. تمام. طيب هنحل احنا الترتيب، اقرا ورتب. اوتس وستير واد واند ويل. طب ماشي، اد يعني ضيف، هتضيف هنا بقى انت ايه، ضيف اول حاجه هنضيف الشوفان اللي هو القدس، وبعدين اند تلاتة، هي بتشرح لها كده مقادير الايه الكيكة الفلاب جاك، فبتقول لها ضيف الشوفان وقلبي كويس، فكلمة ستيرل هنا يعني يقلب هتبقى اربعة، واللي الاخير هتبقى رقم خمسة، يعني ضيف الدقيق وقلب كويس. شي هتبقى رقم واحد، هندور على الفعل على طول، شي كليند هير بايك اجين يبقى نظفت رقم اتنين، وهير تلاتة، والبايك هتبقى أربعة، وأخيرا أجين مرة أخرى رقم خمسة، يبقى كأنتها بتنضف العربية مرة الدراجة بتاعتها مرة أخرى. طيب تالية هتبقى رقم واحد،
رقم اتنين learns، يبقى التالية بتتعلم. تو تلاتة بتتعلم ان، ميك اربعة، وبعدين الفلاب جاكس خمسة بتتعلم ان تصنع الكيك. اخر سؤال في صفحة 57، محادثة هكملها برضو، بيقول لي محمد اند وانج اتنين اصحاب، محمد از كذا اند وانج از تشاينيز، يبقى محمد هيكون مصري لان التاني ده ايه صيني، يبقى دي هتبقى رقم واحد. يبقى محمد هتبقى رقم واحد على طول، مش اتنين سوري، هتبقى محمد از ايجيبشن مصري وصاحبه ده صيني. ابوهم وامهم اصحاب برضو، زي نقط توجذر، بيعملوا ايه مع بعض بقى؟ توك، يتكلموا، يبقى دي هتبقى اتنين بيتكلموا مع بعض. زي ار ساد وين زي نقط جود باي، بيبقوا زعلانين لما بيودعوا بعضهم، يبقى هناخد سي جود باي لما كل واحد يعني يمشي على فين، على بيت. اما القطعه بقى بتاعت الدرس، بيقول لي داليا وماريا هما الاتنين اصحاب، داليا مصريه وماريا بريتش بريطانيه، داليا بتروح لماريا الشقه بتاعتها وهي متحمسه خالص، وبيشربوا بعض الشاي مع بعض، وبعدين في طبق في ايديها، الطبق بقى فيه تلات في بقى حتت مربعات من الكيكه كده، وبيسموها الفلاب جاكس، يعني المهم نفس قصه الدرس. اول سؤال، داليا منين؟ طبعا داليا بيقول لي بقى ايجيبشن مصريه، يبقى داليا فروم ايجيبت من مصر. تاني، ماريا از نقط، ماريا بقى عكسها، ان كانت هي داليا مصريه دي بقى بيقول لي بريتش بريطانيه، يبقى احنا هنختار بريتش زي ما هي بريطانيه. طيب يو نيد، انت محتاج نقط تو ميك فلاب جاكس، محتاج شوفان ولا خضروات ولا تفاح ولا ملح، طبعا هنجيب من القطعه. فطبعا قالت لها هنا ايه بقى، اللي بيعمل الاوتس اهو، تمام، قالت لها انت عايزاهم مع الاوتس، يبقى احنا هنختار الشوفان. أربعة بقى، what does Maria have in her hands، معاها ايه في ايديها؟ طبعا بيقول لي هنا بقى في ايديها on the plate، في الطبق، there are big square cookies، يبقى دي رقم أربعة، معاها طبق فيه بعض مربعات الكيكة. طيب what are the big square cookies called، اسمها ايه بقى الكيكة اللي معاها دي؟ طبعا اهي خمسة، الفلاب جاكس اللي هو اسم الايه، اسم الكيكة، يبقى دي رقم خمسة، تمام. التوصيل صفحة 58، بيقول لي هبة وتقى، طبعا دول اتنين يبقى لازم ياخدوا جمع، وهنا جايب جمع ار فيجيتابلز خضروات ولا ار كيكة ولا ار جود فريندز، لا اكيد فريندز لانهم هم عاقل، والعاقل يبقى دول اصدقاء. طيب الفلاب جاكس، الكيكات بتاعت الفلاب جاكس دي ار ايه بقى؟ بيج، هنخليها كبيرة ومربعة وكيكة يعني. طيب سلايس ذا فلاب جاك انتو سمول، سلايس هنا قطع، قطع الفلاب جاكس دي لايه بقى؟ اكيد لمربعات صغيره، يبقى انتو سمول سكويرز. الدرس الرابع جايب طبعا الماس الرياضه، وعايز يعرف تقريبا الاعداد الاوليه، جايب مثلا 100 100 و 1000 1000، وده محتاجينه في ماده الرياضه لان الارقام بالانجليزي زي ما انتم عارفين في الرياضه، ساين علامه، بعدين اسندنج تصاعدي، ونمركل عددي، وديجيتس الارقام. هنا بيقول اتعرف على العلامات بقى، جريتر زان اكبر، وليس زان اقل، وايكوال يساوي. وجايب بقى هنا مثلا مربع، بيقول لي هاو دو يو رايت، ازاي تكتب ست ارقام مع بعض، عاوزني اقرا بقى خانه احاد الالوف وعشرات الالوف ومئات الالوف والاحاد والعشرات العاديه. فبيقول لي مثلا رقم اربعه ده وانز احاد، طب رقم واحد ده تنز عشرات، فبيقول لي الأربعة هنا تساوي أربعة، والواحد هنا يساوي 10 عشرة، والهندردز هنا طبعا لما مئات، فبيقول لي دي خانة المئات، التمانية هنا بإيت هندردز يعني بتمنمية. طب الخمسة هنا، الخمسة هنا في خانة الثاوزندز الآلاف، فالآلاف دي اللي هي أحد الآلاف، قال لي تساوي 5000 خمس آلاف. طيب الرقم ستة بقى في خانة التين ساوزند اللي هي عشرات الألوف، يبقى يساوي ستة، يبقى ستة، يبقى 60000، ها 60000. طيب آخر رقم اتنين بقى في خانة الهندرد ساوزند اللي هي مئات الألوف، يبقى بكام؟ بميتين ألف. بيشرح لي طبعا اللي هو الوحدات أو جدول الخانات اللي احنا دايما بنشتغل فيه لما نيجي بنحل ايه، لما نيجي بنحل رياضة. طيب مسائل رياضية بحت، زي ما انتم شايفين مدخل الرياضة في الانجليزي، كده كده الارقام بالانجليزي، فاحنا العيال على ما يوصلوا هيكونوا اتعودوا عليها، فهيبقى بالنسبة لهم سهل يعني.
تمام. هنا بقى بيقول لي read and write the numbers into letters. دي بقى المشكلة الأكبر، اللي هو بصراحة هيبقى صعب على الولاد شوية، إن أنا أقرأ الأرقام دي وأكتبها بالحروف. هقرأ الأرقام وأكتبها بالحروف، يعني ده تحس إن هو ماس بحت، دي رياضة مش عايزة كلام. اقرأ الأرقام واكتبها بالحروف، ده احنا اللي هي صيغة، اللي هي الصيغة الممتدة اللي احنا بنعلمها للولاد بالعربي. طب ماشي، كنت خليت ده مثلا في الوحدة التالتة، في الوحدة الرابعة، على الأقل كنا لسه مثلا بنعرفها لهم بالعربي، لما الصيغة الممتدة في الدرس الرابع أصلا، وأنت هنا جايب الصيغة الممتدة برضو في الدرس الرابع بالإنجليزي. طب هناك هم لسه بيتعلموها بالعربي، فهو الموضوع إلى حد ما صعب على الولاد شوية. فممكن نأجل مثلا اللي هو الدرس ده لو هو تعبهم. طبعا هو هيقرأ 709,000 هنا، فهيقول 709,000، 709,000 and 818، هيقرأ كده وهيكتبها كده. أوضحها لكم أكتر، المفروض هيقرأ ويكتب كل الرقمين كده، يعني هنا 709,000 فهقول 709,000. خلصت كده من الرقم الأولاني اللي هي خانة الألوف، هبدأ فيها في المئات أحد عشرات، فهقول 818، 800 818 18. هقول هنا نفس الكلام بقى، هقول 870,000، 870,000، 870,000، 404، 404، 404. هنا بقى هقول، هنا بقى كام؟ 30,210، فهنقول 30,000، 30,210. هنا بقى بيقول لي حط اكبر واصغر او يساوي. طبعا 790,000 و3، وهنا 7,900,000 303، معروفة ان الرقم الاولاني اكبر من التاني، فاحنا هنحط علامة اكبر هنا. تمام. هنا بقى 10 مليون، 10 مليون، طبعا الرقم اللي قدامي برضو 10 مليون، يبقى هناخد يساوي. هنا عندي 202,750، 203,000. هنبص هنا في احد الالاف نلاقي 2، وفي احد الالاف هنلاقي ايه؟ 3، واللي قبلهم متشابهين، يبقى الرقم الاولاني اكبر، يبقى هنعمل علامة اكبر من هنا. هنا عندي 99,000، وهنا عندي 100,000، برضو يبقى الرقم الاولاني اكبر. هنا عندي 233,000، وهنا 220,000، لا يبقى ده اصغر، يبقى الاكبر اللي على الشمال. تمام. هنا عندي 7,000، وهنا 7,000، يعني 7,000 برضو، يبقى هنعمل علامة يساوي. عاوز نرتب الأرقام دي تصاعدي، طبعا كلهم 690 إلا ده 698، يبقى ده هيبقى الرقم الأكبر، يبقى ده هيبقى 3. تمام. عايزين نشوف 1 و2 فين بقى. هنا 90,880، هنا 82، يبقى ده 1 وده 2، يبقى هتمشي كده. تمام. هنا بقى 30,000، 30,120، 18,000، يبقى نفس الكلام، هنا 1 وده هيبقى 3 وده هيبقى 2، على أساس إن ده أكبر واحد. طيب هنا 88,500، 88,005، 88,050، يبقى وخمسة ده هو أقل واحد، بعد منه وخمسين، بعد منه وخمسمية. تمام. ده كان صفحة 62. الدرس الخامس والسادس اللي بيتكلم عن دمياط والمحافظة والأرض خصبة للزراعة، وبينتجوا جبن مشهور هناك، وعندهم حيوانات ايه، وايه المزارع اللي بيزرعوها وبيحصدوا، الكلام ده كله. جايب أول 80 في صفحة 65، وجايبها على هيئة توصيل. أول جملة، دمياط مشهورة بإيه؟ طبعا مشهورة بالجبن الدمياطي، يبقى فيموس بناخد بعدها فور، كلمة فيموس اللي هي مشهور بناخد بعدها فور، مشهور بيه كذا. حوالي 1.5 مليون مصري عايشين طبعا في دمياط، يبقى هناخدها بالأولى، ليفين دمياط، عايشين في دمياط. الفلاحين بيزرعوا ايه بقى؟ بيزرعوا اللي هي المحاصيل، الطماطم والبطاطس والقمح والليمون والجوافة، يبقى هنوصلها بدي. تمام. باقي صفحة 66، عايزني اكمل المحادثة. بيقول لي الارض بتاعت دمياط
محافظة دمياط غنية بالمواد الغذائية. الفلاحين كان نقط ريس، يبقى ناخد جروه ممكن يزرعوا رز وطماطم وقمح. الصيادين بيصطادوا آلاف الأسماك، يبقى بيصطاد كاتش، يبقى ناخد كاتش دي اتنين. بعدين الكاوز البقر والكذا والخرفان، يبقى الجوتس هنضيف معاهم الماعز، كل دول يعتبروا حيوانات موجودين فين؟ في دمياط. الترتيب في صفحة 66، عايزني أبدأ بكلمة دمياطة، طبعا يبقى هنقوله دمياطة إز تكون فيمس، مشهورة فور، مشهورة بي، طبعا تشيز دمياطي تشيز مشهورة بيه الجبنة الدمياطي. هناخد أربعة قصدي خمسة دمياطي وستة تشيز علشان هي جبنة ايه دمياطي. لايف بقى الحياة، ده اسم يبقى ياخد فعل بعديه، از الحياة تكون جود تلاتة، ان في الحياة تكون جيدة في دمياطة، خمسة بقى الحياة تكون جيدة في دمياطة، هي خمسة. طيب هو هتبقى واحد، يبقى يجي بعدها الفعل على طول بقى ليفز يعيش، من يعيش، ثلاثة من يعيش في دمياط جفرنوريت، دي أربعة ودي خمسة، من يعيش في محافظة دمياط. الاختيارات اللي في صفحة 66 بيقول لي ذا نقط كان جرو بيزرعوا رز وطماطم وبطاطس، يبقى دول مين دول؟ الصيادين ولا المهندسين ولا الفلاحين؟ طبعا فارمرز اللي هم الفلاحين اللي بيزرعوا. الصيادين بيصطادوا آلاف الأسماك فين؟ في السوق ولا في الحمام ولا في المطبخ ولا في البحر؟ طبعا في السي، طالما يصطادوا يبقى يصطادوا من البحر. طيب ذا لاند از ريتش، الأرض غنية بالمواد الغذائية، طبعا ريتش ان، ريتش ان يعني موجود فيها المواد الايه الغذائية. دمياطي تشيز الجبنة الدمياطي از فيري، طبعا فيمس مشهورة جدا، الجبنة الدمياطي عندهم مشهورة. حوالي مليون ونص من الناس مالهم في دمياط، طبعا ليف يعيشوا في دمياط. هنا بقى جايب لي القطعة عن دمياط برضو صفحة 67، بيقول لي بيصطاد آلاف الأسماك، طبعا معروفة اللي بيصطاد الأسماك هم مين؟ الفيشرمان الصيادين. طب الأرض بتاعة دمياط والحكومة بقى ريتش إن، غنية بإيه؟ غنية بالنيوترينتس المواد الغذائية. طيب الفلاحين بيزرعوا ايه بقى مع الطماطم والقمح؟ فول. وكده بقى محتاجين ندور في القطع، طبعا هنشوف الفلاحين اهو بيزرعوا طماطم وبطاطس وقمح وليمون وجرابس، تمام. فهو هنا قال لي نقط اندو توميتوز، يبقى كده هناخد معاها القمح، هو اللي موجود فين؟ في القطع. رقم أربعة، كم عدد الناس اللي عايشين في دمياط؟ طبعا هنا قال لي ايه؟ وان، حوالي 1.5 مليون بيبول ليف ان دمياط، حوالي مليون ونص عايشين هناك، يبقى دي رقم أربعة. رقم خمسة بقى بيقول لي وات از دمياط فيمس فور، هي مشهورة بإيه؟ طبعا مشهورة بالجبنة الدمياطي، بس هجيبها من هنا اهو، فيري فيمس، الجبنة الدمياطي مشهورة جدا، وتبقى دي رقم خمسة، تمام. هنا بقى جايب مجموعة من المهارات بيقول لي اتدرب عليها، بيقول لي اسمع وحط الإجابة الصحيحة، على اساس ان هو الاستاذ هيقول كلمه وانا اعمل دايره على الجمله من دول. هنا بقى بيقول لي بنعمل ايه باسناننا، بنمضغ ولا بنهضم؟ طبعا بنمضغ. طب هنا بيقول لي اعمل علامات تركيب، وعاوزني اكتب اسماء الحاجات دي، الشوفان بقى والرجل والمعده والحاجات دي كلها، اكتب اسمائها، حاجات سهله الطالب يراجعها مع نفسه. وجايب مراجعه على الوحده كلها، جايب اسماء الحاجات، تمام، اللي هي مراجعه على الوحده عامه، وبيقول لي بقى دي بقى ايه الوحده الاولى في نقاط بسيطه، اختر واكتب الكلمه. يعني هنا بقى بيقول لي احنا بنستخدم كذا علشان نهضم، اكيد بنستخدم الايه الدايجستيف، الفلاحين بينتجوا طماطم وايه يبقى انيونز، بصل، بصل معاها. يعني شويه تمارين كده على الوحده كامله، هنسيبهم بقى لاجتهاد الايه لاجتهاد الطلبه مع نفسهم، وكده يبقى حلينا لكم الوحده كلها. ولو ما عرفتوش تعملوهم اكتبوا لنا في التعليقات، واحنا نعمل لهم فيديو لوحده ونوضحهم باذن الله تعالى، وبالتوفيق للجميع. وما تنسوناش بقى في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.